يقول السائل: أسكن بجدة، أحرمت من بيتي ثم لم يتوفر لي المال فألغيت إحرامي، فماذا علي؟ إذا كان ما معك مال يمكنك من المجيء إلى مكة، ما معك أجرة سيارة ولا معك مصروف تصرف، هذا يعتبر من الإحصار. المحرم إذا ضاعت نفقته أو سرقت أو نفدت ولم يبقى معه شيء صار محصرا، يتحلل من إحرامه. إن كان اشترط فليس عليه شيء، إن قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهو يتحلل وليس عليه شيء. وإن كان لم يشترط فعليه الفدية، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، عليه الفدية وهي ذبح شاة البحوى ويوزعها على الفقراء، وإن لم يقدر صام 10 أيام. نعم.